يعني شفنا كيف ان كان في شكوى من عنده كيف انهم يجوعوهم وانه يتم تجويعهم بشكل كبير في الاكل قبل ذلك كان شكوى منه من انه يتم ارهاقهم ارهاق شديد ومن ان الصراخ يملا الزنازين وانهم انهم كثير من المسجونين المتهمين بالارهاق وان هناك صرخات لا تتوقف وهم اليوم يمنعون اليوم حتى الكتب 4000 سجين في سجن واحد هو سجن اللي بالمناسبه مكتظ ومكتظ بشده مثله مثل كل تقريبا السجون الجزائريه. لكن للاسف ما يسمى بلجنه حقوق الانسان خاصه الحكوميه هذه تبارك اعمال العصابه ولا تتحدث عن المعتقلين ولا تتحدث عن الظلم داخل السجون ولا تتحدث عن هذه الحبس الاحتياطي الذي أصبح هو القاعدة ليس فقط للحركيين ولكن أيضا للمظلومين كثير من المظلومين أو حتى مساجين الحق العام ويا أسفاه لأن الذي يرأس هذه اللجنة المفروض ويسمى بوزيد الأزهاري درس في بريطانيا درس القانون وتخصص في القانون الدولي والقانون الدستوري واشتغل في أو كان ممثل للجزائر في منظمة حقوق الإنسان لفترة طويلة مع ذلك لا يجد هذا الشخص هذا الدكتور رغم علمه رغم تكوينه لا يجد قوة ولا شجاعة لكي يحتج على ما يجري في السجون ويجري ما يجري في المحاكمات وما يجري في القضاء وما يجري في مراكز الشرطة والبوليس والدرك والمخابرات ومركز عبلة ألا تستحي يا أبو زيد الزهاري ألا تأخذك نوع من الكرامة أو على الأقل نوع من العار تقول فيه وش راني ندير لماذا لا نتحدث عن هؤلاء المظلومين وأنا نرأس لجنة حقوق الإنسان ثم كيف قبلت أن ترأس لجنة حقوق إنسان حكومية لهذه العصابة وأنت الذي تعرف القانون جيدا وتفهم في القانون جيدا ودرست في بريطانيا ليسيال في أحدى الجامعات العريقة لماذا لا تكون لكم الشجاعة تحدث عنك وعن أمثالك أينما كانوا في أي منصب لماذا لا تكون لكم الشجاعة لتقفوا مع المظلومين أما الوقوف مع الظالمين فما عندكمش مشكل وسنراها الآن عندما نرجع للمحاكمة اللي تمت هذه الأيام إذا أخونا رشيد نجاز مرة أخرى يا يعاني ويعاني بمرارة ومرة أخرى أجيب الذين قالوا رشيد نجاز لا يستحق أن تدافع عنه رشيد نجاز كذا رشيد وأنا أقول يا إخوان عليكم أن تفهموا المنطلق الذي أنطلق منه والذي المفروض ينطلق منه كل إنسان يحب العدل ويحب الحرية ويحب الخير للناس قد أختلف مع رشيد نجاز في أفكاره قد أختلف معه في ديولوجيته قد أختلف معه في أساليبه قد أختلف معه في طريقته من قبل للنظرة مثلا هو كان يرى أن المشكل الكبير هو في سعداني في حين كنا نقول دائما أن المشكل الأكبر هو كمشة الجنرالات من الخلف وأن هذه الوجوه المدنية لا تمثل شيء وأنها في نهاية المطاف ليست أكثر عزكم الله من شبشاق يلبسها العسكر ويرمونها متى هذا لا يعني أن ليس عليهم مسؤولية عليهم مسؤولية كبرى بكل تأكيد لكن أن الحكم قلب الحكم هو الجنرالات كنا نختلف مع رشيد نقاس في هذه لكن هذا لا يعني عندما نختلف في وجهات النظر مع أي إن كان عندما نختلف مع الناس في السياسه او في الايديولوجيا او في الافكار هذا لا يعني ان لا ندافع عنهم عندما يكونوا مظلومين. اي انسان مظلوم انا اراه مظلوم لا انظر لا الى ايديولوجيته ولا الى افكاره السياسيه ولا الى قناعاته ولا الى خصوماته ولا اذا كان هاجمني من قبل او اليوم يهاجمني لا انظر الى هذا انظر هل هو مظلوم ام لا. ما دام مظلوم فأنا عنه عندما ينتقل يصبح ظالم سواجهه ولذلك يومها أيضا لما تعرض طرطاق والسعيد وتوفيق للتعنيف ولنوع من التعذيب قلت أنه برغم من كراهتي لهؤلاء الأشخاص كشخص نتيجة لما قاموا به ما عنديش مشكلة شخصية معهم لكن نتيجة للكوارث اللي قاموا فيها البلاد خاصة توفيق ولكن أيضا ترتاح مولشينيول اللي كان يقنع ينح عيون الناس عيون المعارضين عيون الخصوم نتاعو كان ينحهم بالشينيول وذنيهم كان يدخل فيها الشينيول حفارة الكهربائية لكن هذا لا يعني أن نقبل أن يعذب بالرغم أني أرى أنه هو وتوفيق ونزار هؤلاء أقل شيء فيهم عندما يكون هناك قاضي عادل من وجهة نظري هو الإعدام لما ارتكبوه من كوارث ومن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تشيب لها الولدان مع ذلك عندما يظلم الإنسان أي إنسان فسندافع عنه هذا فقط لأن يعني بعض إخواننا كتبوا لي وأن رشيد كذا رشيد نقاس كذا أنا, أنا لا أنظر لذلك أنا دفعت على آخرين لا انظر لهم، إذا كنت تدافع فقط على ما يوافقك في الأفكار السياسية أو الأفكار الإيديولوجية أو الأفكار أو القناعات فأنت تدافع عن نفسك. أنت تدافع على قبيلتك، رجعنا إلى القبلية لكن هذه المعنى بمعنى الإيديولوجي والسياسي. أنت تدافع عن مصالحك ومصالح الفئة اللي معاك. هذا ليس الحرية، هذا ليس العدل، هذا ليس أصحاب النفوس والهمم الكبيرة. التي تدافع عن المظلوم بغض النظر عمن يكون